بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. والهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة، راطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وبالليل معتدل الحرارة راطب على كل الأنحاء، وبتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. تفاصيل أكثر عن حال الطقس معانا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. دكتور منار غانم، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. عايزين نطمن من حضرتك عن احوال الطقس النهارده، وهل فعلا احنا مقبلين على موجه حاره؟ بالفعل، يمكن احنا من الامس بدانا نشعر بارتفاع طفيف في درجات الحراره. اليوم هيكون في ارتفاع اخر في درجات الحراره بحوالي من درجه لدرجتين على اغلب المناطق اللي موجوده في الجمهوريه، بالاضافه كمان ارتفاع نسب الرطوبه مع امتداد منخفض الهند الموسمي. العوامل دي هتجعل احساسنا بالطقس خلال فترات النهار طقس شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. طقس حار رطب على سواحلنا الشماليه، ودي اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 36 درجه مئويه، ودرجه الحراره المحسسه في الظل المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه هتبقى اعلى من 36 بحوالي من درجتين لثلاث درجات، يعني المحسوسه توصل ل 39 درجه مئويه. ده طبعا خلال فترات النهار، وبالاضافه كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس. خلال فترات الليل ايضا في ارتفاع في نسب الرطوبه، الاجواء معتدله تماما خلال فترات الليل، لكن هي اجواء معتدله رطبه خلال فترات الليل، لكن احيانا بيكون في نشاط للرياح في ساعات المساء وفي الساعات الاولى من الليل. نشاط الرياح ده بيساعدنا على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، فبالتالي بنحس معاه بالاجواء المعتدله نوعيا خلال فترات المساء. زي ما بنقول كده هيكون في نسمه صيف حلوه بالليل يعني. يعني في بعض الليالي، خلينا كمان ناكد ان هي في بعض الليالي هتختلف من ليله لليله، لكن ان شاء الله هذه الليله هيكون فيها نشاط رياح هنحس بها بنسمه هواء بسيطه خلال فترات المساء. بالاضافه كمان ما زالت تكون لشبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه، لكن زي ما بناكد ان هي شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش تماما على حركه المرور، لكن بتؤدي طبعا لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه وبتتلاشى فورا سطوع اشعه الشمس. ارتفاع درجات الحراره ده هيكمل معانا لنهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، يمكن احنا مع نهايه الاسبوع هتكون 35 درجه مئويه، لكن معدلات درجات الحراره خلال هذا الاسبوع اعلى من الاسبوع الماضي، فعشان كده احنا هنحس بارتفاع درجات الحراره. صحيح، انا طبعا هنتابع مع حضرتك كل يوم احوال الطقس، لكن بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده على مدن ومحافظات الجمهوريه، وهنبداها من القاهره والعظمى 36، الصغرى 25، الاسكندريه 32 24، مطروح 31 22، سيوة 38 22، بورسعيد 33 24، دمياط 33 24، الإسماعيلية 38 24، السويس 37 23، العريش 31 24، طابة 34 24، كاترين 33 18، شرم الشيخ 38 28، الغردقة 37 27، الفيوم 37 23، بني سويف 36 23، المنيا 36 23، أسيوط 37 24، سوهاج 38 25، قنا 40 26، الأقصر 41 28، أسوان 41 29، الوادي الجديد 40 26، شلاتين 38 27، وأخيرا حلايب 36 28. وبكده حاولنا نطمن حضراتكم النهارده عن أحوال الطقس بالتفصيل. هرجع مرة تانية لباسانت ومحمد عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.